السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي القاهرة 24 في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج خير النساء. من منا لا يفرح حين تأتيه رسالة من الله، آية يقرأها، كلمة طيبة يسمعها يشعر بها أن الله قريب منه، سمعه وأجابه. فما بالنا فيما حدث مع أمنا أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش حين جاءتها رسالة من الله، فهي السيدة الوحيدة التي زوجها الله لرسوله من فوق 7 سماوات. فهي بنا أتعرف عن قرب قصة حياتها وماذا فعلت حتى ينذر الله عز وجل في شأنها آيتين في القرآن الكريم. ولدت السيدة زينب في مكة، فهي من فضليات نساء مكة وأعظمهن شرفا ونسبا، فابن خالها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أخوالها العباس وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وسيد الشهداء. أما أخوها فهو عبد الله بن جحش صاحب أول راية في الإسلام، لذلك استطاعت السيدة زينب أن تنال مكانة عالية بين النساء، ليس فقط بالأصل الشريف ولكنها أيضا كانت صوامة قوامة كثيرة التصدق والإنفاق على الفقراء والمساكين، بر بكل من حولها، تحب الخير لكل المؤمنين، وكأن الله يؤهلها لأن تكون أما للمؤمنين. أما زواجها فقد تزوجت السيدة زينب مرتين، الغريب أنه وفي كل مرة ينزل الله عز وجل في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم الدين. أما المرة الأولى فقد تزوجت من سيدنا زيد بن حارثة، وذلك حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطم كل الفوارق الطبقية الموروثة بين المسلمين حتى يكون الناس جميعا سواسية، لا فضل بينهم إلا بالتقوى. وكان من المعروف وقتها أن الموالي وهم العبيد المحررون ينظر إليهم أنهم طبقة أدنى من طبقة السادة، ومن هؤلاء الموالي زيد بن حارثة، كان عبدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه، وكان النبي يحب زيدا حبا شديدا حتى أنه تبناه، وكان ينادى زيد بن محمد إلى أن حرم الله التبني فأصبح ينادى زيد بن حارثة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه من شريفة بني هاشم وقريبة النبي ليحطم تلك الفوارق الطبقية بنفسه وفي أسرته، لكن في البداية رفضت السيدة زينب الزواج من سيدنا زيد لأنها كانت ترى نفسها أعز نسبا منه، فأنزل الله قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فوافقت السيدة زينب وقالت: لا أعصي رسول الله أمرا. واستمر ذلك الزواج قرابة العام، لكن نشأ بينهما خلافات حتى أصبح الطلاق هو الحل الوحيد. وحينما انقضت عدتها زوجها الله من فوق 7 سماوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم الدين، قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت الحكمة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب هي إبطال عادة التبني والتي كانت منتشرة وقتها في الجاهلية. وأيضا لولا أن السيدة زينب أطاعت الله ورسوله ووافقت من الزواج من سيدنا زيد لما كافأها الله بالزواج من رسول الله، لندرك من قصة أمنا أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش أنه وفي كل مرة تخالف هواك طاعة لله ورسوله يرزقك الله خيرا كثيرا، والأمثلة على ذلك كثيرة. فسيدنا سليمان حينما ترك الخيل التي كان يحبها حينما شغلته عن الصلاة رزقه الله ملكا عظيما، ولو أن السارق اتقى الله ولم يسرق لرزقه الله مثل ذلك المال ولربما أكثر، ولكن من حلال. فالله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين. وختاما، دمتم في حفظ الله وأمانه.